الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل وفد الهيئه العامه لتعليم الكبار لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاهلي وبين الهيئه لاتمام تعليم بعض العاملين البالغ عددهم 240 فرد على مستوى مقر النادي بالجزيره وايضا فرعي الشيخ زايد ومدينه نصر. اكد الكابتن محمود الخطيب اهميه المشروع وضروره توفير كل ما يلزم لاتمامه في اسرع وقت. كمان رحب رئيس الهيئة بالتعاون مع النادي وأكد أن النادي الأهلي سباق دائما وسوف تسخر الهيئة كل إمكاناتها لإتمام هذه النوعيات من المشاريع وهذا المشروع بصفة خاصة. وضم وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار كل من الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة وكمان الدكتورة ماجدة خليل مدير وحدة البروتوكولات والسيد مسعد مدير المكتب الفني وإيهاب السعيد مدير العلاقات العامة. كمان حضر الجلسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ووليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان. هنقول لحضراتكم البروتوكول ده كمان الموقع بيستهدف الاستعانة بأعضاء النادي هنا كمتطوعين لتنفيذه على أن تقوم كمان الهيئة بعقد دورة تدريبية للمتطوعين لتأهيلهم والمساهمة في مشروع تعليم الكبار من العاملين وده في إطار الدور المجتمعي والخدمي اللي بيقوم به النادي على كافة هنا الأصعدة وبيمنح النادي الأهلي كمان بالتعاون مع الهيئة شهادة معتمدة لمن اجتاز الدورة التدريبية للاستعانة بها وتقديمها عند الحاجة ومن المنتظر أن يستغرق المشروع قرابة تقريبا 6 شهور لاتمامه والانتهاء تماما من تعليم العاملين السابق دكروم زي ما قلنا لحضراتكم بالنادي. انا شايف ان دي لفته يعني في غايه الاحترام وما تهيأليش في حد قبل كده في نادي عملها، يعني حسب معلوماتي ما فيش حد قبل كده عمل حاجه زي كده، فشيء في غايه الاحترام حقيقي. برافو. في صلب التنميه البشريه الحقيقه اللي بيحصل ده.